هذا مستر كوميدي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شلونك عمو؟ يا أهلا وسهلا يا رضوان أفندي. عمو امبارحة أجوا الإسعاف أخذوا بابا على المستشفى. إيه؟ وهلأ قالوا بده عملية بتكلف 25,000 ونحن ما معنا كارت البنك. إذا بتعرف شي حدا أو هون يعطينا أو تحول أو تحول؟ ايه بحول. بس انت وين وايه ما دخل ابوك على المشفى؟ امبارحة. امبارحة دخل على المشفى؟ مشفى شو عمل؟ شو مرضه؟ شو القصة؟ لوزاته. ايه لوزاته بده العملية؟ دي يشيلوا له ياهن. يشيلوا له ياهن. ايه ماشي شو تكرم عينك؟ بس انا بدي اعرف وين ابوك على ايمت مشفى ما دخل؟ ايمت صار هالحكي؟ امبارحة. الو احول لك ايبان ماما تحول لي عليه 25,000 رضوان. اعطيك ايبان ماما تحول لي عليه 25,000. ايه اعطيني ايبان امك. بس انت التليفون ابوك جابه لايدك. انا عبرت على عالم بداله. انا عبرت على عالم بداله. انت عبرت على عالم بداله؟ وين ابوك جنبك هيدا؟ بالمستشفى هو. ولك هيدا ولك حاسبني مش بهيدا. عن جد بالمستشفى. ولك طعم الباب ولك هيدا. إذا ما تحول لأداء لغيرك. إذا ما تحول لأداء لغيرك. لا ما بدي أحول. هيدا برو. وينك أنت هلا؟ بالبيت. بالبيت أنت؟ يلا ماشي. بعتلي أيبان أبوك ليش بعته؟ الكارت مو معنا. ببعتلك أيبان أمي. بعدي ايبان امك. يلا تمام. يلا كفو يا عبادة. لك كفو يا عبادة. امي كلمة سدة. والله العظيم كفو. والله العظيم ما بيعرفوا شي. هلا بيعملوا استنفار. هلا عبادة بيعمل استنفار. يا الله عشوف. يا الله قل له عمو بتعرف حدا هون بش اسمه ببورصة تحول له اياهن هو يجي يعطينا اياهن؟ ما بعرف اطالع الايبان تبع ماما. يو مشغول يو بس ما يكون عم بحكي مع حسن، عم بحكي مع محمد، عم بحكي مع عمر. يو عبادة مشغول. بقول لحسن شوف. بقول لحسن إذا مشغول معناته عم بحكي معه. يو لا يا دقول لحسن. بسم الله. قبل الكلمة صدق. أنا زمان كشي شو المر باشكا بير كشي دي قرش حسن ليدك. بحكي مع حسن ليدك. يوو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 و
اسمع. حسن قلت له شيل عبادة أمانة برقبتك. ها؟ لا ما قلت له شيء. دق لك عم بحكي معك؟ ايه. ايش قال لك؟ عم قال لي حكيت شيء مع رضوان، قلت له من شيء ساعتين ثلاثة. قال لي ليش في؟ قلت له حكى معي رضوان يعني، قلت له مشان قال لي لغير التصوير وهيك بس، ليه خير؟ قال لي لا ما في شيء. ايش في صاير شيء؟ قال لي لا ما في شيء. قلت له ماشي وسكت. يوم على الله يوم على الله يسعد دينكم لك والله احلى رفاق. روح لك كمل شغل بيا يا عم عبادة. سلام سلام. رضوان قل له ما بعرف اطالع الايبان تبع حساب ماما. بتعرف شي حدا بورصه تحولوا المصاري يجي يعطينا اياهم؟ تحولوا المصاري يجي. عمو ما بعرف
طالع ايبان ماما. اذا بتعرف شي حدا هون يجي يعطينا هنن. لكن انت ايش عم تحكي؟ خلصتوا معرفكن لسا؟ مقلب؟ ايه؟ ما بقلك بابا من المستشفى. ما بقلك بابا من المستشفى عمو؟ انت ايمت تقلي عمو؟ اول شي تقلي عبادة، يعني وضعك شي صار جدي انا. وات؟ لحظة، وينك؟ وين عم بصوتك انت؟ عمو بتعرف شي حدا هون تحول له المصاري يجي يعطينا اياه هون؟ يلا الله بدو لحسن بخلي يجي يعطيكم المصاري. تمام يلا بس لحظة شوي. لحظة ابوك في المشفى قلت لي مو؟ ايه ماشي. شو اسمه؟ يلا انا ايش ابوك عمل عملية ايش عمل؟ نعم؟ عملية ايش عمل ابوك؟ ما عمل بيعمل لوزات، بدي يطلعوا له لوزاته. انتوا ما في عندكم حدا هنيك مو يساعدكم؟ لا. يلا هلا بخبر حسن يجي لعندكم وانا ايش اسمه؟ وانا بحجز بطل. ماشي. يلا روح خلي امك تبعتي ايبان تبعها. تمام. يلا روح. بعدين بتعرف تبعت تدخل على برنامج اول شيء تحت في رقم جاب الرقم في عملت مشاركة يلا لما كان مشاركة وبعتيك. ماشي. يلا خلي خواتك اذا ما بيعرفوا خلي خواتك يلا روح باي. ماشي سلام. بيعمل زيتنا على بورصة لك ينزل من أنقرة. معلش خليه ينزل. كوي عن جد لوزاتي أبو جاوني بدون شيل. عن جد لوزاتي أبو جاوني بدون شيل. ايش تقول هلا بعنا نفكك شمعه؟ خليه يحكي مع حسن، يخلص المكالمة مع حسن نستناه وليدا. الله العظيم رفقة، اقسم بالله حلال عليك يا عمو. في حدا شي تاني؟ حاجة مشان ما نطول الفيديو بكملكم السلسلة بعدين، بس ها شيكك في الموضوع عبادة. شيكك انه مقلب ما مقلب. ايش قال له قبل ما تدق؟ قول له عمو حكيت معه. قول له عمو منين ضعت على الايبان؟ عمو؟ اي؟ منين ضعت على الايبان؟ بس عم تقولي رقم طلب بيتزا ديليفري ثواني بس عم استنى من جوا. ماشي سلام. ورا بيتزا! قال لي طلب بيتزا ديليفري بيخلص منه وبهذا. شاكك عبادة شاكك انه مقلب لانه مو سهل عبادة. قل له دي عمو بابا بالمستشفى وانت بتتاكل بيتزا. لا تضحك. دي عمو بابا بالمستشفى وانت تتاكل بيتزا. بعت لنا تسجيل. بسم الله. عمو كأنه نازل بهدلة فيني انت. بابا ما عنده قناة بالسماء. بدأ انت عم تخبر. يلا جاد. ايش قال له؟ قل له عمو ايش بحك ليش ما مسجل مسد ما تتبعت المصاري خلاص لا تبعتون. ايش بحك عمو مالك مصدق؟ مالك ما تتبعت المصاري لا تبعتون. ما بدي ابعتون لا اضحك انت. ما بدي ابعتون لا يبعتك لا اضحك. لك ينصرتينا. والله العظيم اني تكفو. حبيبي نحن على الكاميرا. ها انتبه نحن على الكاميرا. نحن على الكاميرا. بعمل مقلب في قواعد. انا هي قواعد تمشي تمام. بس ده يلا نحن على الكاميرا مشان تعرف مش تعرف تقول له للعالم. بابا اجيتي فجاه انت شو طيب البيتزا؟ قلت لكم بالبداية انه حاسس انه في شيء. طيب البيتزا؟ بين مشيت عليه بين ما مشيت عليه، راح اتصل بحسن ليدر وراح دادس من هون لهون. طيب البيتزا؟ اسمع شو؟ انا عملت اتصالات اول شيء حتى افكر، عرفت؟ فانا حكيت مع شخص ما بيعرف شيء، تمام؟ لحالي استدرجت لانه
لك لا اكل حسن ليدرك يا بلاك. لكن ليش ما اعطوك الاوكي؟ قلت له دير بالك اكل قبلك لانه تتذكر من يومين لما كنت بحكي معكم قلت لكم مجهز لكم. تذكرت هذا هو. والله العظيم هيك كنت عم بتدرس على الموضوع حتى بالبدايه على هو بيعرف يبعث الايميل هو اكثر واحد. حبيبي نحن عملنا فيكم مقلب، مقلبناكم، عندكم مشكلة انه ننشر؟ انشر وانتظرنا نحن كمان. عم بستناكم، ايش توجه لهم كلمة للمتابعين؟ أحلى أبرضوان لك ولمتابعينك بالتوفيق والنجاح على طول، والله يبعد عنك العمليات مرت الجاي إن شاء الله المقلب بخدوج. خلي لي قلبك، والله أمنيتكم طلعتوا كفو، حسن ركب السيارة جاي لعندي. لا هلا اقول لي ما عندك حدا؟ قلت له يا دكتور حسن يعطيك المصاري بكره طارق كفو. تحياتنا لكم احلى شباب، بشوفكم ان شاء الله. بس خلصت تصوير بحكي معكم حبيبي. سلام يا الله معك. وهيك بيكون هلا احنا واجل اكبسه لمعاويه. اي كبسه لنشوف، لانه هذا اكثر واحد متعلق فيك. نسجل نكبسه لمعاويه. معاوية صاحب مجمع مطعم مجمع الأصيل. ألو أبو رضوان تعال عنا. بس هذا لسان وزفير هو على السريع هلا ب ب ب ب ب ب طيب جاية. معاوية بس على السريع ما بدنا. طيب بتحط طوط. إيه بحط طوط. ألو عمو شلونك عمو قبل الكل؟ عمو من شوي اجوا الاسعاف اخذوا بابا على المستشفى، وهلا قالنا انه بده عملية. بتكلف 25,000. انت وين؟ انا بالبيت. انا معاوية احكي معه كاميرا. الو الو عمو لوين انزل؟ شو ايش اعمل؟ منزل تحت. لوين؟ زين تحت. يلا عمو نازل. سلام. هاي منحط لها طوط. انا قلت لكم سنه طويله يا ده. انا بدخل عليه انت بتجي وراي. اسمعوا رايي اكملكم المقلب تحت. ماشي كب السيجاره من ايدك. مشان الفيديو اوام. كب السيجاره من ايدك كبها مشان الفيديو. والله اني تكفو. والله كنت بس والله اني تكفو. شوي حكيت انه جاي اخذ مصاري. يا لكفو والله اني تكفو. وهيك بيكون خالص هذا الفيديو، واستنوا شخصيات جداد معنا. اليوم كان معنا حسن ليدر، اليوم كان معنا عبادة مستر كوميدي،
اليوم كان معنا معاوية مجمع الأصيل، والحمد لله كلهم طلعوا أخوة، والله كلهم طلعوا أخوة ولبى عينه. وهي حمادة كله إجا لك استنفار لك لبى عينكم. استنونا في فيديو جديد، وهلا يا رضوان لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم، بشوفكم بمقلب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أكلناها هلا؟ أكلتوها الحمد لله.